بداية النشرة مع العناوين. طوفان الأقصى في يومه 14، مجازر متواصلة في غزة والتوتر سيد الموقف جنوباً. فتح معبر رفح ينتظر الضوء الأخضر الإسرائيلي، وغوتيريس يقول مصر دولة ذات سيادة. الميدان يسابق الحل السياسي، دعوات لحل الدولتين بحدود 1967. شوكيت بالأمر. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. مراوحة في الموت، هكذا يمكن اختصار مشهد حرب غزة اليوم في ضوء الوحشية الإسرائيلية المتمادية على مدار الساعة، وفي مقابل تردد بنيامين نتنياهو والفرملة الدولية الواضحة لأي اجتياح بري. أما على الحدود الجنوبية فلا يزال الوضع مضبوطا على رغم التصعيد وتساقط الشهداء في سياق اعتداءات إسرائيلية متكررة تقابلها ردود مدروسة جدا من المقاومة، إلا أن استخدام ساحة الجنوب تكرارا من فصائل غير لبنانية مرفوض بالمطلق من جزء كبير جدا من اللبنانيين، والحكومة مطالبة بالتصرف إزاءه بغير الكلام والجلسات الفارغة من أي مضمون فعلي. بداية النشرة تبقى من التطورات جنوبا، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق الحدودية بحجة تعامله مع حدث أمني في مستوطنة مرغيوت. كل التفاصيل يطلعنا عليها الزميل جورج عبود. جورج، يعني من المرة الأولى يلي بيتحجج فيها العدو الإسرائيلي بتعامله مع حدث أمني بإحدى المستوطنات عند حدوده الشمالية؟ هل حصلت فعلا محاولة تسلل من لبنان باتجاه حدود فلسطين المحتلة، ولا لا هي حجة التي عم تستخدم لقصف لبنان؟ يعني العمليات جنوبا عم تتصاعد، بالاضافه الى الهجمات المكثفه لحزب الله بالصواريخ الموجهه على المواقع الاسرائيليه. عمليه نوائيه منذ قليل تمثلت بتسلل الى داخل مستوطنه اسرائيليه، وذلك بحسب مزاعم العدو الاسرائيلي. فبعد الاشتباه بحدث امني داخل مستوطنه مارجليلات عند الحدود مع لبنان، اعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي عن انه تبادل لاطلاق النار حصل بمحيط موقع المنارة وبلدة مرجليات عند الحدود الشمالية. وكشفت قناة 14 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي عم يبحث عن مسلح داخل مستوطنة مرجليات بعدما تسلل من لبنان وفتح النار تجاه القوات المتواجدة بالمكان. أما قناة كان الإسرائيلية فأكدت إصابة حارس بالمستوطنة من بعد تعرضه لعملية إطلاق نار، وأشارت إلى أنه منفذ عملية إطلاق النار على المستوطنة تمكن من الانسحاب. الإعلام الإسرائيلي أوضح أنه بسبب الاشتباه بحدث أمني طلب من سكان مستوطنة المنارة ومستفعام وكفار بالعادي الدخول إلى أماكن محصنة. وبرد فعل العدو الإسرائيلي على عملية التسلل، تعرضت كل من بلدات عيط الشعب وحولة وترشوبة إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية. كما استهدف العدو محيط السياج الشائك بوادي هنين قضاء مرجعيون بالأنابل الفوسفورية من أجل ملاحقة المتسلل. للتوزع أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية عن 90 خطة لإجلاء وإخلاء مستوطنة كريات شمونة بشمال فلسطين المحتلة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ببيان أن قيادة الجبهة الداخلية أبلغت رئيس البلدية عن القرار، مشيرا الى ان السلطه المحليه ووزاره السياحه وسلطه الطوارئ التابعه لوزاره الحرب رح تتولى اداره خطه اجلاء سكان البلده يلي بيبلغ عددهم نحو 25,000 نسمه الى بيوت ضيافه بتمويل من الدوله. ايام امس وبخبر مؤسف، لبنان زاد شهيد جديد جنوبا. بالتفاصيل اوضحت قياده الجيش ببيان انه اثناء قيام فريق اعلامي من 7 اشخاص بالتغطيه الاعلاميه امس قرب موقع العباد التابع للعدو الاسرائيلي باخراج بلده فولا، تهدفهم عناصر العدو باسلحه رشاشه ما ادى الى استشهاد احدهم واصابه اخر. واشارت الى انه دوريه من الجيش
عملت بالتنسيق مع قوى من الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن. يلي صار وبحسب معلومات الـ OTV بتأكد أنه الفريق الإعلامي وهو إيراني الجنسية مع 3 مواطنين مدنيين لبنانيين، سقط منهم الشهيد محمد البقاعي يلي كان جريح برصاص موقع على العباد أثناء وجوده برفقة الفريق الصحفي، وبقي لمدة 3 ساعات وهو جريح عم ينزف، حيث منعت قوات العدو بسحبه من قبل قوات اليونسل الدولية المتواجدة بموقعها يلي بيبعد أمطار قليلة عنه، إلى أن فارق الحياة قبل ربع ساعة من إنقاذ الفريق من قبل اليونسل والجيش اللبناني. هون لابد من الإشارة إلى إجراءات احترازية عم يتخذها الجيش اللبناني جنوبا، من ضمن منع التجمعات المدنية. حزب الله وتعليقا على الحادثة الأليمة شدد على أنه قتل المدنيين والاعتداء على أمن بلدنا لم يمر من دون رد، واعتبرت العلاقات الإعلامية بحزب الله أنه هذا العدوان هو استكمال لجرائم العدو الإسرائيلي السابقة ضد الإعلاميين بلبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والأبرياء. إذا نحن أمام نهار في تصاعد بحدة وتيرة المناوشات على الحدود الجنوبية على الجبهة الشمالية مع العدو الإسرائيلي، أكيد تفاصيل إضافية خلال التغطية خلال هذا النهار. شكرا لك الزميل جورج عبود على كل هذه التفاصيل والمعطيات، خصوصا طبعا أنه هذا التطور يحصل بعد ساعات، خلينا نقول بعد أقل من 24 ساعة على المشهد يلي شهدناه ليل أمس ومحاصرة الفريق الصحافي بمنطقة الجنوب. وفي غزة تتواصل المجازر الإسرائيلية في عدد من المدن الأساسية في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهدافها لمستوطنات غلاف غزة. وكان الجيش الإسرائيلي استهدف ليلة الخميس كنيسة القديس بورفيريوس، وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم والأقدم في قطاع غزة، حيث احتمى أكثر من 400 فلسطيني، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. وقد أفاد شهود عيان بأن الضربة أصابت هدفا قريبا من الكنيسة. في الضفة الغربية المحتلة اعتقل الجيش الإسرائيلي 80 فلسطينيا، من بينهم المتحدث باسم حركة حماس في الضفة حسن يوسف، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 930. هذا في وقت شنت القوات الإسرائيلية عدوانا واسعا على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة، استمر 27 ساعة متواصلة حتى صباح هذا اليوم، مستخدمة الرصاص الحي وطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى مقتل 13 فلسطينيا. بعد إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فتح معبر رفح اليوم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انتشرت آليات الجيش المصري قرب بوابة المعبر بانتظار الضوء الأخضر لعبور المساعدات، وهذا الضوء الذي تنتظره منظمة الأمم المتحدة كما أكدت. وإلى معبر رفح شمالي سيناء وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي أشار إلى وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني خلف الأسوار يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، مشددا على الحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر. ولفت غوتيريس إلى شروط لا تزال تعيق وصول هذه المساعدات لقطاع غزة على الرغم الاتفاق على السماح بإدخالها، مشددا على ضرورة تقليص الشروط لتسريع وصول المساعدات، ومؤكدا أن وكالة الأنروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، مع تشديده على أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام قوانينها، طبعا هنا في إشارة إلى مسألة ما يطرح من ترانسفير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. International humanitarian law must be respected. يجب احترام القانون الدولي الإنساني كما يجب حماية المدنيين، وأي هجوم على مستشفى أو مدرسة أو منظمة تابعة للأمم المتحدة هو أمر ممنوع بالقانون الدولي. وفي مواجهة هذه الكارثة الإنسانية أطالب حماس بالإفراج الفوري عن الأسرى، وأطالب إسرائيل بالسماح بالدخول الفوري للمساعدات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاع. إن الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بعد 56 عاما من الاحتلال لا يبرر الهجمات الإرهابية على إسرائيل، كما أن هذه الهجمات لا تبرر بدورها العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
بينما تواصل آلة القتل الإسرائيلية مجازرها في قطاع غزة، تتوالى الدعوات إلى الحل السياسي. فقد حثت القمة الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في السعودية جميع الجهات المعنية على العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين، مؤكدة دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، كما دعا جميع جهات النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وخصوصا بمبادئ اتفاقية جنيف وأحكامها بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. إلى ذلك دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع. وخلال كلمته في قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان، أعرب بن سلمان عن ألمه مما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، مؤكدا ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الإسرائيلي، وتقوم بالتوازي بإعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول أي مستجدات. وخلال اجتماعه مع مفتي حصبية ومرجع عيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة، أمل ميقاتي في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية. وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب عبر من جهته لسفراء دول النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق إزاء استمرار العدوان على غزة، طالبا تدخل دولهم من خلال الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد. كما شدد أبو حبيب على أن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. زيارة شي إلى الرئيس عون في أسرار اليوم. توقفت أوساط سياسية باهتمام بالغ عند أهمية زيارة السفيرة الأمريكية للرئيس عون تحديدا بهذا التوقيت بالذات، عملياً لكمية تجارية من الغاز بالبلوك رقم 9، هذا ما خلص إليه أحد المعنيين مشيراً إلى أن عمليات الحفر ستستمر على أمل حدوث مفاجأة بالبلوكات المحيطة. يواصل أحد نائبي القوات المتنيين التنقل من منطقة إلى أخرى بحثاً عن أضواء الإعلام بوقت يفشل بتأمين أبسط الخدمات لناخبيه وآخر التجارب بإحدى بلدات وسط المتن. عطفا على ما تداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الفيضانات، أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الفيضانات التي شهدها عدد من المناطق في العاصمة بيروت لا يقع مطلقا ضمن نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، وهي ترفض تحميلها المسؤولية، مجددة دعواتها إلى التكامل بين جميع الإدارات والجهات المعنية لمنع تكرار مشاهد الفيضانات. معمر القذافي قتيلا في تاريخ اليوم. بعشرين تشرين الأول 2011 قتل الزعيم الليبي معمر القذافي على يد الثوار المنتفضين على نظامه بسياق أحداث ما سمي بالربيع العربي بعد ما حكم البلاد على مدى حوالي 40 سنة متواصلة. القذافي اللي وصل إلى الحكم ضمن الموجة الناصرية عام 1969 شكل ظاهرة غريبة سواء بالملابس أو طريقة الكلام أو الحياة، إلى جانب الطروحات السياسية اللي اختصرها بكتيب سماه الكتاب الأخضر، كما ابتدع تسمية جماهيرية بدل جمهورية للنظام حكمه. أما لبنانيا فارتبط اسم القذافي بجريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978. فاصل ثاني ونعود.
وقعت شركة روسنفت وشركة البترول الوطنية الصينية CNPC مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والفني. وذكرت شركة روسنفت الروسية أن الوثيقة تم توقيعها في إطار منتدى الطاقة الروسي الصيني الخامس الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين. وتنص المذكرة على تطوير التعاون في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتكرير النفط والبتروكيميائيات، فضلا عن تقنيات تحويل الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة. بهذا نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. إلى اللقاء.